السلام عليكم. محمد شمشيك لوزارة الخزانة والمالية، مسار لحل مشاكل الاقتصاد أم تعبير عن عمق تحدياته؟ هل يملك الرجل حلولا سحرية للمشاكل الاقتصادية أم سيضطر لخيارات صعبة على الاقتصاد والمواطن معا؟ ولماذا تتناقض تصريحاته مع بعض الخطاب الرسمي؟ أي سياسات اقتصادية ونقدية سيتبناها الرجل؟ وما هي تبعاتها وانعكاساتها على مختلف مؤشرات الاقتصادية وخصوصا سعر صرف الليرة؟ أهلا بكم في أوراق التركية لهذا الأسبوع. نرحب بضيفنا الدكتور سعيد حاج الباحث المتخصص بشأن تركيا. أهلا بك دكتور سعيد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. وأنا يعني أحاول أن تلمس مسار للموضوع الاقتصادي في هذه المقدمة، وإذا بأجد الموضوع صعب يعني حتى من خلال المفردات. إذن محمد شمشك وزيرا للخزانة والمالية، ومع أخبار عن الاقتصاد دكتور. بالتأكيد فالكل الحقيقة مجمع تقريبا في تركيا على أن الملف الاقتصادي كان الأكثر حضورا قبل الانتخابات خلال الحملة الانتخابية، وهو الأكثر حضورا أيضا قتحد بعد الانتخابات في 5 عناوين أو 5 عناوين سريعة جدا، لعله كان الاسم الأبرز في التشكيلة الحكومية. ربما طبعا رئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان ألمع اسما، لكن أقصد التركيز الأساسي كان ربما على وزير الخزانة والمالية محمد شمشك، لأنه تحديدا في الخبر الثاني كان أردوغان قد اجتمع معه قبل ذلك عدة مرات قبل الانتخابات صحيح. خلالها بعدها، ولم يكن عازما فيما أعلن على أي منصب رسمي أو حكومي، لكن لاحقا وافق على ذلك. أول تصريح لمحمد شمشك كان يتحدث عن ضرورة أو خيار تركيا الوحيد بسياسات عقلانية كما أسماها في الاقتصاد، وكأنه كان نقدا ما لما سبق من سياسات. ثم كان القرار الثاني حفيظة غاية إركان محافظة البنك المركزي، أول امرأة كمحافظة البنك المركزي في تركيا، ربما أيضا قرار أو لمح ربما لبعض السياسات التي يمكن أن ينتهجها الرجل. ثم التوقعات تقريبا مؤخرا أستاذ محمد، كل الأسبوع الفائت الحقيقة تقريبا كل المؤسسات المالية العالمية تتوقع بأن اجتماع البنك المركزي الذي هو بعد يومين فقط سيذهب إلى رفع كبير ربما بالنسبة الفائدة. ليس هناك شيء مؤكد، لكن التوقعات تسير هنا، ولذلك ما زال هناك سؤال كبير يواجه الجميع في الداخل: ما هي السياسات التي سينتهجها محمد شمشك، ولا أي مدى سوف تتناغم أو سوف تتناقض ربما مع السياسات التي انتهجها الرئيس أردوغان وحكومته على مدى السنتين الفائتتين فيما يتعلق تحديدا بسعر الفائدة؟ مهما كانت هذه الأسئلة الكبيرة فالتحديات أكبر دكتور سعيد. التقرير يسلط الضوء على أهم التحديات تواجه الاقتصاد التركي في هذه المرحلة. نعود للنقاش بعدها. هنجي سياسي görüşe الانتخابات تفتح مرحلة جديدة تحل تركيا فيها مشاكلها وتحدياتها، هكذا يرى الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية الحقبة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة. وفي مقدمة هذه التحديات الملف الاقتصادي، فقد كان الاقتصاد بصمة العدالة والتنمية الأهم في سنواته الأولى، وبات انتقاد المعارضة الأبرز له في السنوات الأخيرة. أسباب كثيرة داخلية وخارجية، بعضها ذاتي وبعضها الآخر موضوعي، وجزء ثالث من تبعات قرارات حكومية دفعت بالاقتصاد لأوضاع متذبذبة بل ومتراجعة في السنوات الأخيرة يقول مراقبون. لمس المواطن تراجع المؤشرات الاقتصادية في حياته اليومية عبر التضخم وغلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية للليرة وغير ذلك، مما جعل الاقتصاد البند الأبرز في الحملات الانتخابية الأخيرة، وأعاد الكثيرون له القسط الأوفر من تراجع نسبة التصويت للعدالة والتنمية وأردوغان في الانتخابات الأخيرة. والاقتصاد فيما يبدو ووفق المعلن أولوية الرئيس التركي في المرحلة المقبلة. اختياره للوزير الأسبق ذي السمعة الطيبة محمد شمشك يؤكد هذه الأولوية من جهة، ويشي بأن الرئيس قد يغير سياسته المبنية على تخفيض نسبة الفائدة من جهة أخرى. يقول أردوغان إن نهج حكومته الاقتصادي باق على حاله، لكن شمشك يؤكد أنه لم يعد أمام بلاده إلا ما أسماه السياسات الاقتصادية العقلانية، وأنه
لن يكون من السهل معالجة الملف الاقتصادي بسرعة، بل سيحتاج وقتا على ما قال. ولذا يترقب الجميع في الداخل والخارج قرار البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة في اجتماعه الأول بعد الانتخابات بعد يومين، والذي سيكون المؤشر الأول والأهم على السياسات التي سيتبعها الوزير في إدارته للملف الاقتصادي. التحدي كبير كما يقول الوزير، الذي يبدو معنيا بتعزيز الثقة بالاقتصاد التركي وجذب الاستثمارات الخارجية لبلاده عبر سياسات واضحة تدعم فكرة القدرة على التوقع طويل المدى، ومدى نجاحه في ذلك هو السؤال الأبرز الذي سيلاحقه ويلاحق الحكومة ككل في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الاقتصاد مرشح لأن يكون مرة أخرى الملف الأول والأهم على جدول الانتخابات البلدية المقبلة وفق مراقبين. نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور أحمد مصباح الباحث المختص بالشؤون الاقتصادية، ونجدد ترحيب الدكتور سعيد الحاج الباحث المختص بشأن تركيا. أهلا بكم ضيفينا الكريمين. أبدأ معك دكتور أحمد، يعني كثر الحديث عن دور الاقتصاد وتأثير الاقتصاد على مزاج الناخب التركي، كيف نستكشف أو نستقرأ المداخل التي كان الاقتصاد دور مهم جدا في التأثير على الانتخابات السابقة؟ تحية طيبة لكم. مرحبا. كل تأكيد اليوم الرافعة الأساسية التي ثبتت حكم الرئيس التركي خلال 20 عام مضت، كانت الاقتصاد لها دور رئيسي وأساسي. فعند بداية، لو رجعنا للخلف منذ بداية الحكم، نتحدث عن قبل في عام 2002، كان على سبيل المثال كان حجم الاقتصاد التركي قرابة 400 مليار دولار، اليوم نتحدث عن 900 مليار دولار، أي هناك تضاعف جيد أو إنجاز على هذا الرقم. معدل دخل الفرد السنوي ارتفع، وصل إلى من 3000 دولار مع بداية الحكم، وصل في عام 2013 و14 إلى قرابة 14000 دولار، أي أن هناك أيضا 3 أو 4 أضعاف في معدل دخل الفرد. هناك تطور سنوي طبعا، هناك تحسن في مستوى النظام الصحي والتعليمي ومكانة تركيا الاقتصادية، هناك طفرة في الصادرات وطفرة في الإنتاج والتصدير، هناك أرقام لا يمكن التغافل عنها من إنجازات تحققت خلال العقدين الماضيين. وبالتالي كانت الرافعة الأساسية لكل استحقاق انتخابي كان الاقتصاد هو الأساس أو هو مربط الفرس في فوز الرئيس التركي خلال الاستحقاقات السابقة. وهذه المرة يعني كان تخوف كبير جدا أن الاقتصاد يكون يعني، وهذه المرة اليوم إذا ما نظرنا إلى الموضوع بنظرة متفحصة أعمق، نجد أن ما حدث من أزمة اقتصادية خلال الفترة الحالية أو الأشهر الماضية كان جزء منه هذا السياق، أنه نحن نتحدث عن اقتصاد انتخابات. الرئيس التركي كان أمام خيارين، صحيح. إما أن يحل المشاكل الاقتصادية وفق منهجية واضحة تحتاج إلى إطار زمني واضح سوف تكون نتيجتها ربما خسارته وإزاحته من المشهد السياسي، لأن الشعب لن يصبر. الشعب لا يعنيه القرارات والسياسات قدر ما يعنيه سعر الخبز وسعر حياته اليومية طبعا. وبالتالي هو كان أمام الخيار الثاني، نحن عن طريق توفير ما يلزم للفوز بهذه الانتخابات مهما كلف الأمر، ومن ثم النظر بتعمق وتفحص إلى المسألة الاقتصادية لكل حديث حديث، يعني نفوز في الانتخابات. هذا ما حدث بالفعل، وهذا ما كان له خلال وهذا ما سنتحدث عنه طيلة هذه الحلقة. دكتور سعيد، يعني أشرت في المقدمة بأن الاقتصاد كان العامل الأهم في الانتخابات، ولكن لو نظرنا حتى بنظرة متفحصة كما ذكر الدكتور أحمد مصبح، سنجد يعني لو المسألة اقتصادية مستحيل كان يفوز الرئيس أردوغان. يعني الاقتصاد كما أشار اقتصاد الانتخابات تم يعني القفز على هذه المشكلة العقبة، كيف حصل ذلك؟ يعني طبعا اولا الانتخابات لها عده مدخلات، لها عده معايير وعده عوامل تؤثر فيها، وذكرنا ذلك كثيرا. يعني كان الملف الاقتصادي بالتاكيد الاساس، الزلزال كان حاضرا، اللاجئين كان حاضرا، التحالفات، المرشحين، منظومه المشهد السياسي، الخطاب في الحملات الانتخابيه، المتغيرات التي حصلت في الخطاب والتحالفات، كثير من الامور. لكن حتى ما يتعلق بالاقتصاد، انا اعتقد انه يعني على أقل تقدير أردوغان استطاع خلال الحملة الانتخابية أن يخفف من حدة تأثيره على المشهد الانتخابي. يعني إذا ما ترك الاقتصاد، يعني إذا ما ترك الاقتصاد بتأثيراته مثلا قبل عام من الآن،
الكل كان يتوقع أنه هذا سيؤدي لحالة سلبية في الانتخابات، ربما حتى يخسر الرئيس أردوغان العدالة والتنمية. وأنا أعتقد أنه الجزء الأكبر من تراجع العدالة والتنمية وحتى التراجع النسبي في تصويت لرئيس أردوغان في الجولة الأولى هو مرد إلى الاقتصاد بالأساس، لأن المؤشرات الميدانية أو المؤشرات اليومية التي ذكرها الدكتور أحمد، يعني الناس عندما تذهب لغلاء الأسعار، غلاء الإيجارات، تضخم، ضعف القوة الشرائية وما إلى ذلك، هذه كلها أمور تلمس حياة الناس. وليس كل الناس في تركيا يعني يصوتون حسب الأيديولوجيا والانتماء الحزبي، لأن الاقتصاد عامل أساسي في الانتخابات. وكثيرا ما أسقط حكومات وأتى بحكومات جديدة، أساسا أردوغان والعدالة والتنمية أتيا بالأساس بعد أزمة اقتصادية وإفلاس واستدانة وكفر الناس تماما بكل النخبة السياسية القائمة في 2001 و2002. فبالتالي الاقتصاد كان عاملا أساسيا. لكن ما الذي حصل؟ أنا أعتقد أن هناك أمرين أساسيين عدلا إلى حد ما، أنا لا أقول أن أردوغان قلب الموضوع لصالحه، لكن خفف كثيرا من حدة تأثير الاقتصاد. هناك جزء متعلق بالحكومة، ما نسميه هنا في تركيا انتخاب الاقتصاد، عفوا اقتصاد الانتخابات، بمعنى الصرف الكثير، الانفاق الحكومي. الحد الأدنى للأجور رفع مرتين خلال السنة بنسب عالية جدا، بعضها كان نسب قياسية، مكافآت نهاية الخدمة أو المتقاعدين عفوا، الموظفين أيضا رواتبهم، القروض التي سهلت بطريقة أو بأخرى، مشاريع إسكان هنا وهناك، دعم المزارعين في بعض الأمور، بعض الشرائح، دعم المقبلين على الزواج، الشرائح الضعيفة التي تأثرت كثيرا من الأوضاع الاقتصادية، كثرت الحكومة أو زادت من الإنفاق وخففت من الجباية كثيرا، إعادة هيكلة قروض وديون وجدولة معينة، مسامحة أحيانا في بعض الديون التي كانت موجودة، إعفاء من ضرائب معينة هنا وهناك، وبالتالي تخفيف حدة وطأة الملف الاقتصادي على الناخب الذي سيذهب ويصوت في يوم الاقتراع. هذا أمر. الأمر الثاني، نعم هناك كثيرون كانوا مستائين من العدالة والتنمية أو من الحكومة لنقل من إدارة ملف الاقتصادي بطريقة أو بأخرى، لكنها لم تقتنع تماما أن المعارضة هي بديل، يعني المعارضة لم تستطيع أن تقدم حلا، يعني كانت تتحدث أن هناك مشاكل 1 2 3 4 5. نعم، ما هو الحل؟ فكلام فضفاض، لم يكن تحول لرؤية واضحة ولا لخطط مفصلة، بالتالي تقنع الناس بأن هؤلاء فعلا بديل، يمكن أن يعني الناس اقتنعت أن هناك أزمة اقتصادية نعم، لكن لم تقتنع المعارضة ليست البديل، وبالتالي دعونا نكمل مع أردوغان الذي أثبت أكثر من مرة أنه يستطيع أن يتعامل مع هذا الأمر بطريقة أو بأخرى. ومن جملة البدائل دكتور أحمد، محمد شمشيك وزير الخزانة والخزينة والمالية هو أحد البدائل التي طرحت بقوة حتى قبل انتخابات الرئيس أردوغان يأتي به من جديد، ليس غريبا عن الحكومة وعن الرئيس أردوغان. من الناحية الاقتصادية، كيف نقدم هذا الرجل مواصفاته كرجل اقتصاد، ووصف في أكثر مرة بأنه رجل طفرة اقتصادية عرفتها تركيا إضافة إلى شخصيات أخرى؟ بكل تأكيد الرجل له وزن على الساحة الدولية والساحة الأوروبية والأسواق، وأكبر دليل وجوده في الفريق الاقتصادي الجديد أعطى ثقة معنوية للاقتصاد، وأن الأسواق سوف تتجه إلى سياسة أكثر انضباط وأكثر ملائمة للمتغيرات الحالية. وبالتالي أردوغان أراد إرسال رسالة أنه نحن أمام نظام اقتصادي جديد مع تغيير في السياسة، جدري في السياسة الاقتصادية، لأنه نحن نعرف أن خلفية هذا الرجل لديه تحفظات على السياسة السابقة أو النموذج التي كان مطبق من قبل الحكومة التركية قبل الانتخابات، وهو ما وصفه باللا عقلاني ضمنيا والعودة إلى العقلانية في المستقبل القريب. وبالتالي أيضا تغيير محافظ البنك المركزي وتزكيته للمحافظة الجديدة دليل على أن هذا الرجل يريد إرسال رسالة للأسواق بموافقة أردوغان ضمنيا أيضا، أن المستقبل سوف يكون أكثر استقرارا للمؤشرات الاقتصادية، أن هناك تناسق وقدرة على قراءة الأرقام واستقرار في الأسواق وحالة عدم تقليل حالة عدم اليقين الموجودة في معظم المؤشرات الاقتصادية. ولكن يبقى التساؤل هنا، هل ما مساحة الصلاحيات التي تمنح، وما هي المساحة، هل هناك مساحة زمنية كافية لإنجاح هذا الرجل ونجاح هذا الفريق الاقتصادي؟ هذا ما تجيب عنه الأيام القادمة. هل نستطيع أن نجيب عنه الآن؟ يعني هل عندما أتى شمشك إلى وزارة الخزانة، هل تتوقع من موقعك كخبير في الشأن الاقتصادي بأنه منح الصلاحيات؟ هذا ما سوف تجيب عنه الأيام القادمة. اليوم إذا ما أراد أردوغان بشكل واضح وصريح الخروج من الأزمة الاقتصادية دون أي أبعاد سياسية، وأنا أتحفظ هنا لأنه الاقتصاد التركي كما ذكر الدكتور سعيد، السياسة هي الموجه الرئيسي والمحرك الرئيسي للسياسات الاقتصادية، لا يستطيع الرئيس التركي
استخدام أو اتخاذ أي إجراءات متعلقة بالاقتصاد دون مع إغفال الجانب السياسي أو البعد السياسي، لأن البعد السياسي هنا مهم. وبالتالي الأيام سوف تحكم. نحن أمام استحقاق انتخابي جديد بعد أقل من عام من الآن، انتخابات البلديات، وبالتالي الرجل عليه الفاصل هو الوقت، وهل أن الإجراءات التي سوف تتخذ هي تدريجية، ومدى قوة هذه الإجراءات وانعكاسها على واقع المؤشرات الاقتصادية، واختبار خلال الفترة القصيرة القادمة، نتحدث عن اختبار ضمني للصلاحيات. نحن بعد يومين وكان هناك اختبار اجتماع للبنك المركزي وأعلم بأنك من أنصار رفع سعر الفائدة. سنعود إلى هذه النقطة. دكتور سعيد، سياسيا اختيار شمشك يعني رجل ليس غريب لعن الحكومة، لعن العدالة والتنمية، وليس غريب عن فريق أردوغان. صحيح، هو في قراءة سياسية هو قرار اقتصادي لكنه قرار سياسي بالتأكيد. يعني ما سرى حتى اللحظة على مدى سنتين ماضيتين أن الرئيس أردوغان خالف معظم الهيئات السياسية والاقتصادية والباحثين والمعارضة بالتأكيد بخصوص سعر الفائدة. هو اعتبر أنه الفائدة هي الأساس والتضخم هو نتيجة لها، وبالتالي ينبغي علينا خفض سعر الفائدة حتى نخفض التضخم، والكل عارضوا لأن السياسة التقليدية ليست هذه، العكس تماما. وواضح أن محمد شمشك من أنصار السياسات التقليدية في هذا الإطار، وبالتالي هنا إصرار أردوغان عليه قبل الانتخابات كان مفهوم أنه هو جزء من إعطاء الثقة، وأنه نحن لم نك حلولا اقتصادية في محاولة لإعطاء ثقة ومصداقية لدى الناخب. لكن بعد الانتخابات أنا أعتقد أنه يحاول أن يعطيه مصداقية في الخارج الآن، لأنه الآن الكل يعرف أنه نعم هناك مشاكل بنيوية في الاقتصاد لكن حلها لن يأتي سريعا. الحل الأسرع الآن أن تأتي باستثمارات بأموال ساخنة، يعني أموال صعبة أو عملات صعبة كما يقال. اسم شمشك كما ذكر الدكتور أحمد له صدى، له صدى في العالم، له صدى في أوروبا. مجرد اختياره في لحظات رأينا كيف أن الليرة ارتاحت نسبيا، هذا نوع من الثقة والمصداقية. اثنين، محمد شمشك اسم لامع في الحكومات التركية السابقة، ربما ابتعد أو أبعد في السنوات الأخيرة لأن هناك نهج اقتصادي مختلف. الآن الاتيان به يعني نهج اقتصادي مختلف. الآن نعم هناك تصريحات سنتناقش بها ما مدلولاتها السياسية، لكن في المدلول العام أنه أردوغان على أقل تقدير بغض النظر عن قناعته الشخصية سوف ينتهي سياسة مختلفة الآن قولا واحدا، ولذلك معظم التوقعات تذهب لأنه سترفع الفائدة في 22 هو بعد يومين في اجتماع البنك المركزي. ثالثا، هناك مؤشر مهم. إذا ما استثنينا حكام فيدان وزير الخارجية الذي يأتي من خلفية استخباراتية هو اسم كبير في تركيا بالتأكيد، ومحمد شمشك ليس هناك اسم كبير من القيادات الصف الأول في العدالة والتنمية في الحكومة، ولذلك أعتقد أن ذلك يعطيه قدرة أكبر على إدارة دفة الاقتصاد ككل. لأنه في نهاية المطاف عادة ما ينظر في تركيا وأعتقد في كثير من الاقتصادات والحكومات وزير الخزانة والمالية هو الذي مايسترو الذي يدير الملف الاقتصادي ككل. وبالتالي هنا يعني أنت سألت الدكتور أحمد عن الصلاحيات، أنا لا أعرف اقتصاديا لكن أعرف أن أقرأ سياسيا. عندما اجتمع أردوغان قبل الانتخابات بشمشك وخرج شمشك ليقول أنا لا أنتوي أو لا أنوي أن أدخل في أي منصب حكومي وأنا لدي أعمالي الخاصة والأخير خارج تركيا، ثم بعد الانتخابات بعد الجلسة الثالثة أو الرابعة مع أردوغان يأتي ويقبل منصب حكومي، أنا أفهم سياسيا أنه حصل على صلاحيات ما. الآن صلاحيات كاملة شبه كاملة، اتفاق حل وسط، اتفاق متدرج، مرحلة انتقالية، كل ذلك وارد. لكن على أقل تقدير هناك ما أعطاه أردوغان بالحد الأدنى لمحمد شمشك من صلاحيات حتى يتحرك. على أقل تقدير وافق معه على فكرة سعر الفائدة، أنه هذا تغيير ليس بسيطا، هذا تغيير جذري في السياسات. الأمر الثاني، صلاحياته ليست كاملة وليست مطلقة، أولا لأن الاقتصاد خاضع للسياسة، ثانيا لأن الانتخابات البلدية مقبلة، ثالثا مؤشر صحيح أن محمد شمشك غير أو بدل محافظ البنك المركزي لكنه ذهب به إلى يعني مؤسسة رقابية على البنوك، يعني أردوغان لم يخرجه من المشهد تماما، وبالتالي أردوغان ما زال حاضرا. شمشك سوف يحاول إدارة ملف الاقتصاد تحت سقف معين أعطاه أردوغان، وبالتالي قراءة سياسية مرة أخرى ليست قراءة اقتصادية، قراءة سياسية أن شمشك أعطي صلاحيات على أقل تقدير تمنحه القدرة على محاولة معالجة المشاكل ترضيه بالحد الأدنى، لكنها ليست صلاحيات كاملة. هذا أولا، لأنه هذا مرحلة الآن. على المدى البعيد أنا أعتقد أن النتائج سوف تحدد أي مدى العلاقة بين أردوغان وبين شمشك وأي مدى الصلاحيات هذه معطاة له على المدى البعيد. أنا أسمح لي إذا حتى نقرأ إعلاميا التصريح عندما يقول سنعود للسياسات العقلانية، أعتقد هذا هامش من الصلاحية يسمح له بالتصريح، يعني وكأن ما مضى لم يكن عقلانيا، وهذا ليس بسيطا أن يقال بأن سياسة أردوغان لم تكن عقلانيا. فقد تفتح قوس تعليق على المحافظ الجديد أو المحافظة الجديدة للبنك المركزي حفيظة كايا،
لها خلفية على الأقل سيرة مهنية محترمة وعملت في مؤسسات مالية كبرى خارج تركيا؟ هي بالفعل، ولكنها لم تعمل في دهاليز العمل الحكومي، وبالتالي سوف تكون عقبة أساسية. اليوم البنك المركزي أمام مرحلة مفصلية وحساسة، لأن اليوم أحد الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد ككل والسياسة الاقتصادية هو استقلالية البنك المركزي، وهذا أيضا يقودنا نفس مربع الصلاحيات. هل لمحافظة البنك المركزي الجديد الصلاحيات في إدارة الدفة الاقتصادية النقدية حسب ما تراه ويتلائم مع المتغيرات الحالية، أم وفق أبعاد سياسية؟ هذا أيضا سوف يكون تحدي جديد مقبل للمحافظة الجديدة. أي نعم، لديها خلفية أكاديمية، خلفية مهنية عالية، وربما أيضا لديها اسم ليس بنفس وزن الوزير محمد شمشك، ولكن أيضا لديها سنة يعني أيضا، ولكن كثقة كمؤشر إيجابي على العودة إلى العقلانية أيضا ربما سوف يكون لها دور إيجابي في المرحلة المقبلة. نبقى مع حفيظة محافظة البنك المركزي الجديد ورفع سعر الفائدة. هل يعني تتوقع بأن عند الحديث عن سياسة اقتصادية واقعية، ويعني بعد يومين سنرى هذا الاختبار الأول، هل هذا هو الاتجاه الآن كأول اختبار سيذهب إلى رفع سعر الفائدة كما تقول عدة مؤسسات مالية عالمية؟ اليوم الأقوال مختلفة والنسب المتوقعة لرفع الفائدة أيضا مختلفة. أنا أعتقد أن الأمر سوف يكون بصورة تدريجية، لن تكون رفع الفائدة في هذه المرحلة، يعني لن نصل إلى 25 هكذا فجأة. باعتقادي لن نصل، لأن الظروف الحالية لا تحتاج أي صدمة في الطلب. أنت اليوم عندما ترفع الفائدة من 8.5 إلى 25 أو ما يفوق هذا الرقم، أنت بمعنى في تحول جذري في السياسة النقدية وفي تجديد أسعار الفائدة. أيضا الاقتصاد لا يحتمل مثل هذه الصدمات. أيضا القرار اليوم بالرفع الحد الأدنى للأجور، لن يكون هناك جدوى من رفع قياسي لمعدلات الفائدة، أصبح 11400 وكذا ليرة يعني. صحيح، اليوم لن يكون هناك جدوى أو لن نحصل على نتائج كاملة مرجوة من السياسة التشددية في ظل زيادة الحد الأدنى للأجور وما يترتب عليه من زيادة الإنفاق والاستهلاك وتحفيز الأسواق على زيادة الطلب وبالتم زيادة التضخم. اليوم المشكلة إذا ما آمنا أن المشكلة الرئيسية هي التضخم وليس سعر الفائدة. سعر الفائدة هي أداة اقتصادية تهدف إلى خلق توازن وفق ظروف معينة. اليوم النظر لها أنها هي المسبب المشكلة، أعتقد هي نظرة اقتصادية غير منطقية. اليوم التضخم هو المشكلة، الحلول إما برفع أسعار الفائدة لتقليل المعروض من النقود وتهدئة الأسواق والإنفاق والاستهلاك، أو تقليل الإنفاق الحكومي. أنت اليوم ما الفائدة من رفع حد أدنى رفع الفائدة لمعدلات قياسية وأنت تزيد الإنفاق الحكومي بما يترتب عليه من زيادة الحد الأدنى للأجور؟ هناك تناقض حتى في هذه السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية يجب أن يكون هناك تلاؤم واضح، ولكن تقرأ هذه الزيادة كوعد ضمن الوعود الانتخابية التي كانت قبل الفوز بالانتخابات، وبالتالي لا أعتقد أن يكون هناك زيادة مستقبلية في المستقبل القريب في الحد الأدنى للأجور، لأن وضع التضخم لن يحتمل، لأن لها نتائج عكسية على هذا المؤشر. هو يعني تقريبا في نفس السياق، يعني واضح حتى من رسالة الشكر اليوم للرئيس أردوغان لأرباب العمل بأن هذه الزيادة أتت في إطار توافق، واضح بأن رسالة تهدئة أكثر منها، هي إيفاء بوعد سابق، هو وعد سابق للناخب وأيضا حتى لأرباب العمل، لأن مسألة مهمة جدا اليوم في مستوى الإنفاق، يعني رسالة تهدئة وأن المسألة لن تخرج عن السيطرة. دكتور سعيد، في المقابل وأن نبقى سياسيا، لأنه يعني كما أشرنا المسألة سياسية بامتياز، لازال الرئيس أردوغان ولازال نائبه جودة يلماز يعني يتحدثان عن المحافظة على نفس النهج، وأن هناك تغييرات دراماتيكية وهذا النهج يعني يمكن أن يوائم المرحلة الجديدة. كيف نقرأ هذه التصريحات وأيضا هذا التوجه؟ هل هو يعبر فعلا، هذه التصريحات تعبر عن توجه حقيقي، أم في آخر الأمر نحن في إطار إدارة أزمة؟ دعنا نعود للنهج السابق سريعا. تفضل. يعني أنا أقول الآن سياسيا ما قاله الدكتور أحمد ربما اقتصاديا، كان هناك خياران أمام الرئيس أردوغان، هناك مشاكل في الاقتصاد نعم يلمسها المواطن نعم، كان هناك حلا، إما أن تذهب لمعالجة المشاكل البنيوية في هذا والهيكلية في الانتخاب الاقتصاد التركي، ستأخذ وقتا طويلا، ستكون مردودها سلبي على الناخب، هذا مردودها السياسي والانتخابي سلبي، أو تذهب لتأجيل هذه المشاكل وتذهب لاقتصاد الانتخابات. ما الذي فعله الرئيس أردوغان؟ عمليا هو نشط الصناعة أو حاول تنشيط الصناعة وزيادة العمالة، تقليل نسبة البطالة بحيث يكون المردود في الانتخابات إيجابيا، وأجل التعامل مع المشاكل لما بعد الانتخابات.
الآن تشريحات رئيس أردوغان ونائبه جودة الماضي لا تقول أننا مصرون على نفس النهج بخصوص سعر الفائدة، لا يذكرون سعر الفائدة، لكن يقولون نحن ما زلنا على نفس النهج، هو زيادة التصنيع، زيادة العمل، تقليل نسبة البطالة. وبالتالي ضمناً هم يتفقون مع الوزير أو هما يتفقان مع الوزير محمد شمشك أنه سنذهب لرفع سعر الفائدة، لا يذكرون ذلك. هذا قراءته ما هي؟ أنا أعتقد قراءته أولاً أنه من الصعب ومن غير المتوقع أن يخرج رئيس أردوغان ليقول نهجي السابق كان خاطئاً في خفض سعر الفائدة والآن أنا أغير قناعاتي وسأرفع سعر الفائدة، غير متوقع من سياسي أن يقول ذلك فضلاً عن رئيس أردوغان. عملياً هو يعطي غطاء سياسي لمحمد شمشك، يعطيه مساحة ما زمنية الآن، اذهب وارفع سعر الفائدة وأنا أعطيك الغطاء، لكن على غطاء سياسي أو غطاء اقتصادي، أنه نفس النهج بمعنى الأهداف وليس الأداء. الآن سعر الفائدة كان أداة معينة، خفضها سابقا رفعها حاليا هي أداة، لكن المستهدف زيادة التصنيع، زيادة العمل، زيادة تقليل البطالة، بالتالي دعم الاقتصاد التركي بطريقة أو بأخرى، وتثبيت مؤشرات معينة، رفع المصداقية والثقة، جلب الاستثمارات وإلى آخره، ثم لاحقا معالجة الموضوع على أو معالجة مشاكل الاقتصاد على المدى البعيد. هذا هو النموذج الذي يتحدث عنه الرئيس أردوغان ونائبه، لأنه غير متوقع أمر غير ذلك. الآن هذا إلى أي مدى سيذهب؟ أنا بقراءة سياسية قبل الانتخابات ثم لاحقا بعد الانتخابات، تذكر هنا وبرامج أخرى قلت أنه يعني صعب أن يكون الرئيس أردوغان أعطى صلاحيات كاملة لمحمد شمشك، لأنه هناك وعود انتخابية متعلقة بالحد الأدنى للأجور وبعض الأمور الأخرى، وأيضا لا يستطيع أن يعود تماما عن بعض السياسات التي كانت اتخذها سابقا، لكن أيضا صعب أن يستمر بنفس السياسات لأن المنحة أو الاتجاه كان واضح لأين هو. لذلك كان يغلب على ظني بقراءة سياسية مرة أخرى أن يكون هناك اتفاق على فترة انتقالية، تحديدا لأن انتخابات البلدية قادمة وليس هناك أي إمكانية لهزات سياسية في البلد، وبعد ذلك ربما يكون الأمر متدرج بطريقة أو بأخرى. هنا يبدو أن القراءة السياسية متوافقة مع القراءة الاقتصادية للدكتور أحمد. الأمر الثاني في القراءة السياسية أيضا أن هناك توافق بين الحلفاء، يعني رئيس أردوغان يتحدث بهذا المنطق اليوم دولة باشا، وعادة تعرف أنه في السياسة الداخلية التركية يقرأ المسكوت عنه يعني أي كلام لدولة باشا يقرأ سياسيا بأنه هناك حديث حصل. طبعاً. الآن دولة باشا قال أنه بغض النظر عن قناعتي، حرفيا أقول تقريبا يعني بغض النظر عن قناعتي فيما يتعلق بسعر الفائدة، لكن نثق بالسياسات الحكومية القادمة. هذا وكأنه قرأ في تركيا، وأنا أقرأه كذلك كمحلل سياسي، بأن هناك رفع للفائدة قادم ومغطى سياسيا مرة أخرى، ليس فقط من الحكومة العدالة والتنمية، حتى من حلفاء العدالة والتنمية، والحليف الأهم هو الحركة القومية. من هذه الزاوية الأمر الآن مفهوم، وبالتالي يعني لن يخرج الرئيس أردوغان يقول النهج السابق كان خطأ. أنا أعتقد أنه يعني هناك خياران أو يعني احتمالان، إما أنه فعلا الرئيس أردوغان مقتنع فعلا أنه ينبغي تخفيض سعر الفائدة، لكن الآن هناك مرحلة استثنائية ينبغي أن نرفع نضبط كذا ثم سنعود لاحقا للخفض، وهذا بالمناسبة الذي كان يطرح كخيار آخر. يعني كثيرون من كانوا يطرحون رفع سعر الفائدة قالوا ينبغي أن نرفع سعر الفائدة لنخفف حدة التضخم ثم لاحقا على المدى البعيد نعالج، أو أن الرئيس أردوغان كان لديه خيار سابقا أنه الانتخابات أولا وبالتالي الآن نتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي الآن تخلى كليا عن فعلا سعر الفائدة، وبالتالي أعتقد أن الخيار الثاني هو الأصح أو الأدق. يعني لأنه لو كان الموضوع فقط مرحلة استثنائية لما كنا يعني اسم شمشك والمحافظ البنك المركزي أو المحافظة الجديدة والسياسات العقلانية والحديث عنها وإلى آخره، كله يتحدث عن تغير جذري وليس تغير تكتيكي في السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية في البلاد. سنعود لذلك بأكثر تفصيل، ولكن تعقيبا على ما يسكت عنه أردوغان يقول دولة باشا بشكل أكثر وضوحا، وهذا توزيع أدوار جيد على كل جميل في الحياة السياسية التركية. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مع باقي تفاصيل المشهد الاقتصادي الجديد في تركيا. عدنا معكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من أوراق تركيا، نواصل مع قراءة في المتغيرات المشهد الاقتصادي التركي بعد الانتخابات وفوز الرئيس رجب طيب أردوغان. نجدد الترحيب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور أحمد مصبح الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية، والدكتور سعيد الحاج الباحث متخصص في شأن تركيا. أهلا بكم من جديد ضيفينا الكريمين، وأعود معك أكثر تفصيلا. دكتور أحمد، تحدثنا عبورا حول رفع سعر الفائدة، قلت ستكون بالتدرج، نفصل أكثر.
كيف ستكون بتدرج النسبة، تأثير ذلك على سعر صرف الليرة وعلى مجمل الحركة الاقتصادية في تركيا؟ اليوم أنا أتحدث منطقيا لتسلسل هذه الأحداث. اليوم نحن نعلم أن الانخفاض كان كبير وغير ملائم للوضع المعطيات الحالية. هي قبل أن تصل إلى 8 كانت في حدود 14. فاليوم أتوقع المنطق التي يعني تجنب أي صدمة، اليوم الوزير المالية ومحافظ البنك المركزي يريد إرسال رسالة واضحة أن نحن أمام مسار واضح بالعودة إلى السياسة العقلانية. هذا المسار لا يتطلب الاستعجال في رفع قياسي لمعدلات أسعار الفائدة. نحن اليوم نعلم أن حتى السياسة التشددية لديها تكاليف وتكاليف باهظة، ولكن اليوم المشكلة التي تواجه الاقتصاد أو المشكلة الأساسية هي التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة التركية، وبالتالي ومعظم المشاكل ترتبط ضمنيا وبصورة غير مباشرة بالتضخم وانخفاض سعر صرف الليرة، وبالتالي اليوم رفع أسعار الفائدة باعتقادي أنه ممكن تكون من 8.5 توصل ممكن إلى 15 أو 16%، لأن ضمنيا اليوم على مدى زمني كم يعني؟ لا نتحدث هذا في الاجتماع القادم. لن يكون هناك، وإن كان هذا الرقم أيضا رقم كبير في عرف أسعار الفائدة يعني. صحيح، ولكن لا نتحدث على رقم يفوق هذه المعدلات، لأن ضمنيا اليوم ضمن يعني ننتظر في حدود بين 14 بين 13 و15% تقريبا. ربما أيضا هناك مؤشر يعطي تأكيد لهذا الطرح، وهو أن اليوم الفائدة الموجودة في البنوك التركية تختلف نسبها عما يتناول بصورة رسمية، فاليوم الفائدة على الإيداع تصل قرابة 40%، الفائدة على 35%، الفائدة على الاقتراض 40%، وبالتالي هناك فجوة. 8.5% المعلن عنها هي الفائدة يسمى الريب، وهي ما بين البنك القروض التي تمنح من البنك المركزي للبنوك العاملة في القطاع الخاص في تركيا، وهذه هي 8.5 التي يحرص على تخفيضها، وبالتالي فعليا الفائدة مرتفعة بصورة غير مباشرة، ولذلك لن يكون هناك تسرع في رفع الفائدة من البنك المركزي إلى البنوك والقطاع الخاص برقم قياسي تجنبا لأي صدمة، ناهيك عن أن التكاليف سوف تكون باهظة. هو يريد فقط إرسال رسالة أن نحن في المسار الصحيح، وأن هذا المسار يحتاج إلى وقت وإلى تعزيز الثقة وجذب استثمارات بشكل تدريجي. طيب وسعر صرف الليرة، لأن العديد اللي يتحدث حتى من الخبراء يقول بأن لا سيتم يعني سعر صرف الليرة سيصل لحتى 30، لأن الخزينة في حاجة إلى سيولة كبيرة من الليرة من أجل تخطيط الإنفاق الحكومي. اليوم الإنفاق الحكومي في وصل إلى أرقام قياسية، بعد أحد الأسباب الرئيسية لهذا زيادة الإنفاق هي نظام الليرة المحمية، والتي أعتقد سوف يتم إلغاؤه بصورة تدريجية أو بصورة مباشرة خلال يعني الفترة. تعويم الليرة، الودائع المحمية بالليرة هو ضمن النموذج الاقتصادي التي أعلن عنه الرئيس التركي قبل عام من الآن لتشجيع الودائع بالليرة. هذا نموذج مكلف اليوم، خاصة بعد أن عندما تم الإعلان عن هذا النموذج كان سعر صرف الليرة قرابة 10 مقابل الدولار، اليوم نتحدث عن 23 25 وبالتالي هناك تعويضات تفوق الضعف عن قيمة كل وديعة تم إيداعها سوف تدفع من خزينة الدولة. أيضا عن أن اقتصاد الانتخابات واستنزافه لاحتياطات البنك المركزي، اليوم البنك المركزي بحاجة إلى جذب أكثر من النقد الأجنبي التي يعتبر مصدره الرئيسي الاستثمارات، والقروض الخارجية والتمويل من الجهات الدولية. هذه الجهات تحتاج إلى وجود أساس ائتماني سليم يعزز قدرة تركيا على السداد من خلال سيطرتها على معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الليرة، وبالتالي الأمر معقد يحتاج إلى وقت. لن تكون هناك حلول جذرية ولن تكون هناك عصا سحرية في يد الفريق الاقتصادي. بعد يوم الخميس سنشهد ارتفاع من انخفاض في سعر صرف الليرة تقديرك؟ والله يعني تقدير اليوم الليرة التركية كقراءة الوضع في تركيا هي استثنائية، لا يتم قراءته كما تقرأ أي أسواق في العالم، لأن العامل النفسي والعامل المعنوية يرتبط بشكل كبير في سعر صرف الليرة. ولكن إذا ما ارتفعت الليرة باعتقادي إما أن تتحسن الليرة نسبيا بشكل طفيف أو تبقى كما هي. لن يحصل تحسن ملموس على سعر صرف الليرة، يعني لأن ستبقى في 23 أو ممكن تصل إلى 21 وتعود مرة أخرى بعد فترة، لأن اليوم حسب توقعات البنك المركزي التركي الصادرة الأمس بالأمس تتحدث عن أن بعد 6 شهور من الآن بعد النهاية عند نهاية العام
قرابة 26 ليرة مقابل الدولار، وتوقعاتها بعد سنة من الآن يعني أي في يونيو القادم نتحدث عن 28 أو 29. وبالتالي هذه وإن كانت توقعات متحفظة صادرة من جهة رسمية في الدولة، فما بالك على الأسواق الأقل تحفظا في هذا السياق وأكثر انفلاتا. دكتور سعيد، يعني أمام هذا المشهد شبشك في حاجة إلى فريق عمل، في حاجة إلى يعني كادر بشري. أخبار تقول يعني من المطبخ بأن هناك صعوبة في التعيينات وهناك الكثير يرفض العمل في هذا الملف، هل هذا دقيق وما سبب إن وجد؟ أنا قرأت بعض التعليقات وبعض التحليلات يعني أكثرها مقرب من المعارضة، بغض النظر عن مدى صحته، بافتراض أنه حصل فهو لم يحصل في المناصب الأهم، يعني الآن المنصب الأهم ربما هو محافظ مركزي تم الأمر، لكن قد يكون هناك طبعا، وأنا في قراءة مرة أخرى سياسية وليس اقتصادية، قد يكون هناك عاملان وراء هذا الأمر. أولا أنه الملف الاقتصادي فعلا شائك، الوزير نفسه يتحدث عن أنه الملف غير سهل وأنه سيحتاج وقت وسيكون هناك أكلاف معينة أو أثمان معينة وأنه ينبغي الصبر على ذلك وما إلى ذلك، فهو يدرك أنه الملف صعب، فقد يكون هناك فعلا من هو غير مستعد أن يدخل في ملف صعب مثل هذا ويتحمل هذه المرحلة التي قد يكون فيها بعض الأثمان إنجاز التعبير. ثانيا أيضا الملف ليس اقتصاديا بالكامل، هناك ملف سياسي أيضا، يعني بمعنى أنه في التعيينات تحديدا وتحديدا في النظام الرئاسي الحالي في تركيا كل شيء ينبغي أن يمر عبر الرئيس أردوغان، ولذلك أعتقد في التعيينات قد يكون هناك نقاش، لا أريد أن أقول خلاف، لكن نقاش بين الرئيس وبين وزير المالية والخزينة، وبالتالي هذا قد يكون أيضا يعيق بعض التعيينات. لكن في نهاية المطاف مرة أخرى التعيينات الأهم حصلت، ما دون ذلك ربما بعض التعليقات أو التحليلات التي قرأتها على مستوى مساعدي الوزير أو نواب الوزير قد يكون ذلك تأخر، لأنه حتى البرنامج الاقتصادي لم يعلن بشكل تفصيلي حتى الآن. واضح أن الوزير محمد شمشك معني كان بفكرة الثقة والمصداقية والاستقرار، لذلك مثلا إضافة لهذه التصريحات والتعيينات مثلا هو عمل عدة اجتماعات حتى اللحظة مع أطراف أو شركاء كما يسمونهم في تركيا للاقتصاد، يعني رجال أعمال، مؤسسات، جمعيات اقتصادية ومالية، التشاور معه، أخذ آرائهم، تطمينات تقدم لهم، هذه كلها مهمة في نهاية المطاف. يعني هو يقدم صورة بأن الحكومة لن تتصرف بشكل منفرد ولن تقدم بالضرورة على قرارات قد تؤذي يعني سوق الأعمال ورجال الأعمال وما إلى ذلك، سوق المال والأعمال، وبالتالي هذه أيضا مرة أخرى تضاف لرسالة الثقة. أما ما دون ذلك التفاصيل التقنية يؤتى عليها لاحقا، لكن المسار الأساسي في نهاية المطاف واضح، يعني إلى أين تذهب تركيا في سياساتها النقدية والاقتصادية تقريبا واضح، ولذلك أتي بشمشك، ما دون ذلك أنا أعتقد أنها تفاصيل. طيب أنت تقريبا واضح هذا يعني سيوضحها معنا قراءة سياسية مرة أخرى. دكتور أحمد أحاول لا أتخطى حدودي. لا لا بالضبط، لا نعم تقول تقريبا واضح، يعني دكتور أحمد سنجد أنفسنا أمام سياسة أكثر ليبرالية، أكثر يعني انفتاحا على الرأسمال، لأن هناك تخوف لعقود تركيا الدولة كانت تقريبا هي الراعية الاجتماعية، الآن ستجد نفسها تركيا أمام مشروع كما قال الدكتور سعيد ويقول العديد من المتابعين لا هناك لبرلة كاملة للاقتصاد التركي، هل هذا فعلا؟ ثم أين نجده؟ يعني لحد الآن الجميع تسأل أين برنامج الاقتصادي يعني لشمشك، يعني احنا تقريبا أكثر من 30 دقيقة نتحدث عن سعر صرف الفائدة وعن الليرة والتضخم، لكن البرنامج الاقتصادي أوسع من ذلك بكثير، هل هناك ملامح؟ الملامح الأساسية تبدأ من حل المشاكل ومن ثم النظر إلى المستقبل. اليوم لا يستطيع وضع برنامج اقتصادي مع أهداف واضحة المعالم لتحقيقها مستقبلا دون النظر والحل في المشاكل الحالية. اليوم مشكلة التضخم واستمرارها وانخفاض سعر صرف الليرة، عدم استقرار سعر صرف الليرة، عدم استقراره سوف يشكل عقبة أساسية أمام أي خطة مستقبلية، وبالتالي المنطق يقول أن يجب حل هذه المشاكل أيا كان الثمن، وإن كان الثمن باهظ سياسيا وحتى على الشعب التركي. المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة مكلفة، لأن الإجراءات بمعنى مرحلة مكلفة، يعني حتى في المقدمة أشرنا بأن ستكون هناك ضريبة قاسية على الشعب التركي، بمعنى يعني الضريبة القاسية اليوم إذا استمرت، إذا وفق هذه النظام الليبرالي التي والسياسة العقلانية نتحدث عن سياسة تشددية في السياسة النقدية، أي رفع أسعار الفائدة وما يترتب عليه من تقليل الإنفاق وتقليل وإيقاف الاستثمارات، لأن الأموال سوف تقدس. اليوم في حاجة إلى سحب الكمية المعروضة من النقد المتاح في السوق، يجب أن يضع في البنوك حتى نقوم بتهدئة الأسواق وتهدئة التضخم،
وعليه سوف يكون هناك انخفاض في التوظيف، سوف تكون تكاليف الاقتراض مرتفعة، وبالتالي إبطاء في المشاريع الاستثمارية، سوف يكون هناك مشكل توظيف في الإنتاج في الصادرات، وبالتالي انعكاس سلبي على مجمل القطاعات الأساسية. نتحدث عن حدوث توقعات حدوث انكماش، ربما يكون هذا مدة هذا الانكماش يعتمد على المساحة الصلاحيات الممنوحة. فإذا كنا نتحدث عن برنامج مؤقت انتقالي مرحلة تدريجية، سوف تكون مرحلة معينة لن تكون الحلول جذرية للمشكلة. أما إذا أردنا وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، ربما يطول أمد الانكماش، وهذا لا يرغب به الرئيس التركي بكل بالمطلق. وبالتالي نتحدث عن تكاليف، نتحدث عن ارتفاع في تكاليف الاقتراض، نتحدث عن انخفاض في التوظيف وهذه مشكلة أساسية، نتحدث عن انخفاض في التوظيف وارتفاع في معدلات البطالة والإنتاج، ولكن في المقابل هناك إيجابيات سوف يتم لمسها على صعيد الاستثمارات، لأن الاستثمارات الخارجية يعني اليوم أنت بحاجة إلى تعزيز سعر صرف الليرة والسيطرة على التضخم، يتم من خلال جذب الاستثمارات، جذب الأموال الخارجية التي يعني رفع أسعار الفائدة، أي أن العوائد على الاستثمارات والسندات في السوق التركي سوف تكون عالية، وبالتالي سوف تكون السوق التركي أكثر جاذبية لهذه الاستثمارات، وبالتالي تعزيز لرصيد الاحتياطات النقدية وما يترتب عليه من نتائج إيجابية. الأمر هنا القدرة على التعامل مع هذه المتغيرات بنظام التوازنات. لن يكون هناك شر مطلق ولا خير مطلق في هذه في العملية الاقتصادية. طيب أنا ممكن لو وجدنا فسحة سأعود للسؤال حول التضخم، لأن هناك آراء أخرى لها يعني مقاربة في مسألة التضخم، سأدققها معك بعد قليل دكتور أحمد. ولكن قبل ذلك دكتور سعيد، نبقى في اقتصاد الانتخابات، البلديات على مربع حجر صح التعبير، يعني هل سياسة التدرج هذه ستضمن أن نصل إلى الانتخابات البلدية، أو يصل حزب العدالة والتنمية والرئاسة الأردنية الانتخابات البلدية وهو إلى حد ما مطمئن ومطمئن لاسترجاع اسطنبول وأنقرة؟ يعني قرب الانتخابات البلدية ربما هو جزء من فكرة التدرج والمرحلة الانتقالية وعدم وجود سياسات أو يعني انقلاب جذري سريع ربما. لكن دعني أيضا هنا أقول أنه أثر الاقتصاد على الانتخابات البلدية أو المحلية أقل بكثير مما هو على المستوى الرئاسة أو البرلمان. يعني في نهاية المطاف السياسات الاقتصادية سياسات حكومية، سياسات الرئيس وحكومته أو الحزب الحاكم، ولذلك مردودها على الانتخابات التشريعية وعلى الانتخابات الرئاسية واضح ومباشر. أنت الذي تتخذ القرارات وأنت الذي تطبقها، وبالتالي يحاسبك الناس في صندوق الاقتراع على هذه السياسات. من هذه الزاوية كان هناك سياسات مختلفة وإنفاق حكومي وإلى آخره. الآن على مستوى البلديات لا، الأمر أقل. طبعا الاقتصاد بالتأكيد هو يؤثر في الناس، وبالتالي يؤثر على مزاجها الاقتراعي إنجاز التعبير. هو يعني في نهاية المطاف أثر هذه السياسات عليه في حياته اليومية وفي شرائه وفي قوته الشرائية والأسعار وما إلى ذلك، يؤثر بالتأكيد على مدى ثقته بمرشح هذا الحزب أو ذاك، لكن أقل بكثير مما هو على الحزب نفسه أو عن مرشح الحزب الذي هو الرئيس أردوغان أو كليتشدار أوغلو أو المرشحين الآخرين. ولذلك أنا أعتقد أن الانتخابات البلدية تعطي الرئيس هامشا ما في هذا الإطار، لذلك أعطى بعض الصلاحيات وأتى بشكل. الأمر الثاني أنه إذا ما اتفقنا كما يقول الدكتور أحمد بأنه الأمر متدرج وفترة انتقالية ومدى بعيد، فمن غير المتوقع في ظل ما اتخذ من قرارات وإيفاء ببعض الوعود الانتخابية مثل رفع الحد الأدنى للأجور اليوم مثلا، أنه هناك مدى زمني ستفي به هذه الأمور. الانتخابات أقرب بكثير مما يمكن أن يتأثر الناخب أو رجل الشارع بكثيرا بهذه الأمور. يعني أنا أعتقد أنه هذا التدرج وهذه الفترة الانتقالية معنية بتجاوز محطة الانتخابات البلدية، ثم بعد ذلك قد يكون هناك تعامل أكثر، يعني سياسات تشددية كما وصفها الدكتور أحمد أو إلى آخره على المدى المتوسط والبعيد. أما المدى القصير هنا ما زالت الحكومة قادرة على الإنفاق، ما زالت الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور، في بعض الأمور أو الأدوات بيدها يمكن أن تخفف من غلوة هذا الأمر. مع مرة أخرى أن أثر الاقتصاد في الانتخابات المحلية أو البلدية أقل بكثير بشكل لا يقارن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، فهذا يعطي أريحية معينة في المناورة إنجاز التعبير. أبقى معك في الأثر قبل أن أود الدكتور أحمد وأختم معه. دكتور سعيد، يعني قبل الانتخابات التشريعية كل النهج المتبع في السياسة الخارجية التركية كان الاقتصاد أولا،
ترميم العلاقات في الشرق الأوسط مع الخصوم كان الاقتصاد أولا، سيبقى كذلك هو العنوان الآن؟ نعم صحيح، يعني هذا في القراءة الاقتصادية نعم، لأنه الاقتصاد أولا هو أولوية واضحة بكل المؤشرات التي ذكرناها قبل قليل، وحتى بقراءة السياسة الخارجية الاتيان بحقان فيدان الذي كان جزءا أساسيا من راسمي الصناعة أو راسمي وصانعي السياسة الخارجية ومطبقيها أيضا في كثير من الملفات في سوريا وليبيا والقوقاز وحتى أمور أخرى، أنا أعتقد أن اختياره أيضا يعني ثباتا في السياسات الخارجية التي كانت سابقا. بعض المتغيرات قد تحصل هنا وهناك، لكن فكرة التهدئة والتقارب مع مختلف القوى الإقليمية أعتقد أنه سيبقى ثابتا. المجال الآخر فكرة الحياد الإيجابي إنجاز التعبير بين روسيا والناتو أو في الحرب الروسية الأوكرانية كمثال بارز أعتقد أنه سيبقى حاضرا. بعض الأمور التكتيكية الأخرى يمكن النقاش فيها، لكن السياسة الخارجية ستبقى ثابتة وستكون حريصة على التهدئة أكثر، لأن الأولوية الآن جذب استثمارات، ولا تأتي استثمارات إلا بهدوء وابتعاد عن الأزمات والتوتر في السياسة الخارجية. دكتور أحمد، في عودة لمسألة التضخم، هناك رأي اقتصادي وبعض الخبراء يرون ليس فقط المسألة مرتبطة بالسياسات المالية أو ببنية الاقتصاد التركي، أيضا هناك مسألة متعلقة بالأدوات الرقابية وبمحاربة الفساد والاحتكار ولوبيات مسالك التوزيع وأيضا ضعف قدرة الاستهلاك المحلي، يعني السوق الداخلية، هذه كلها لها تأثير على تجعل هناك نسبة تضخم عالية، ثم على القدرة الشرائية، يعني المواطن العادي الذي لا يملك عقل اقتصادي أكاديمي يقول لا يوجد ما يفسر هذا الارتفاع الغير عقلاني نهائيا في الأسعار وفي بعض المواد، يعني ارتفاع أحيانا أكثر من 4 أو 5 أضعاف. هل فعلا الأداة الرقابية للتحكم في كل ذلك في تركيا ضعيفة أو لا يوجد فيها توازن؟ لا بكل تأكيد ضعيف اليوم، ويؤثر بشكل مباشر. صحيح، عدم يعني لا نجمل الوضع اللي احنا نعيش في هذه البلد، ونعلم ان هذا ان هناك مشكلة حقيقية في الرقابة على الأسعار والرقابة على الأسواق من هذه الناحية. اليوم يوجد ارتفاع غير متناسق حتى مع الانخفاض لسعر صرف الليرة ولا للتضخم العالمي في بعض السلع، غير ليس هناك اي منطقية في ارتفاعها. اليوم هناك دور يجب أن يكون أكثر صرامة من قبل الدولة في هذا الخصوص، فيما تعقيبا على ما قاله الدكتور سعيد في موضوع العلاقات الخارجية، ربما يكون أحد السيناريوهات للنظام للبرنامج الاقتصادي المستقبلي اللي نتحدث عنه أن هناك لن يكون هناك إجراءات شديدة وصارمة، التدرج في الإجراءات بالاعتماد على بعض النتائج الإيجابية المرجوة من العلاقات الخارجية في جذب تمويلات خارجية سوف يكون له دور إيجابي، أيضا استقرار سعر صرف الليرة في ظل هذه الرسائل الإيجابية والنظام العقلاني التي سوف يتبع من اتباع سياسة تشددية، استقرار معدلات التضخم، أيضا موضوع الانخفاض ربما يساعد انخفاض أسعار النفط مستقبلا في تقليل فاتورة عجز الحساب الجاري والواردات، ربما يساهم أيضا البترول المكتشف الغاز والبترول، ربما هذه الأمور يعول عليها الرئيس التركي والبرنامج الاقتصادي، وهي سوف تكون أقل تكلفة. لن نتحدث عن الانكماش يطول أمد، أخرى تحدث عن انكماش مرحلي مع استقرار مرحلي لبعض المؤشرات، سيطرة تدريجية على التضخم وعلى سعر صرف الليرة بالاعتماد على هذه العوامل الخارجية، ربما تكون هي الحل الأمثل أو الحل الأكثر منطقية في ظل هذه الظروف المتعاقدة في الملف التركي والاقتصاد يعني التركي. هو تخفيف الأزمة والحد منها مرحليا كما ذكرت، وحل المشكلة من أجل الذهاب إلى إصلاح جذري. أشكرك دكتور أحمد مصبح، الباحث المختص بالشؤون الاقتصادية، شكرا لك دكتور سعيد حاج الباحث المتخصص بشأن تركيا، شكرا للزملاء في الإعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.